سؤال من فقرات حول السفر والصلاة القصر والجمع. قل مسافر ذهب للتجارة والرجوع في نفس اليوم، وصل قبل الظهر ويريد الرجوع قبل العصر، يريد الرجوع قبل العصر، وصل إلى البلد قبل الظهر ويريد الرجوع قبل العصر، هل يحل جمع التأخير أم لا؟ نعم لا بأس، إذا كان البلد بعيدة فلا بأس أن يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم حسب ما يتيسر له. طيب يا شيخ، لو نوى جمع التأخير مثلا وصلى جمع تقديم ماذا عليه؟ لا بأس أن ينوي أولا جمع تأخير ثم يبدو له أن يقدم، كما أنه لو نوى أن يجمع جمع تقديم ثم بداله أن يؤخر فكله جائز. طيب ما هل يأثم من صلى قصرا، من صلى قصر يجمع في بلد وهو يسمع المؤذن لا يذهب من الجماعة؟ الواجب على من سمع المؤذن أن يحضر إلى المسجد سواء كان مسافرا أم مقيما، فإذا كان المسافر قد نزل في البلد لمدة يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين ولكنه أذن وهو يسمع فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. يعني ويأثم إذا لم يفعل. وأما ظن بعض العامة أن المسافر ليس عليه جماعة، حتى أن بعضهم تقول له صل يقول أنا مسافر، فهذا ظن لا ليس مبني على أصل. تقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأوجب الله جماعة على المقاتلين مع أنهم في سفر. والرحلة البرية ما رأيك كان في الجمع إذا كان مدة يومين ومثلا كان منهم يوم الجمعة، هل يقصر ويجمع أم يقصر فقط؟ الأفضل لمن كان نازلا من المسافرين مكان واحد، أقول الأفضل أن لا يجمع، يقصر ولا يجمع. أما إذا كان سائرا فالأفضل أن يجمع ويقصر. صلاة الجمعة لا يصلون جمعة لأنه في البر، وإنما يصلونها ظهرا مقصورة ركعتين. زكرا. السؤال عن الجمع في السفر، في البعض يتساهل والبعض يتشدد في هذا الأمر، بعضهم يقول إذا استقر في مكان وصل المكان الذي يريد يجمع، بعضهم يقول لا إذا اشتد بك السفر وأنت في الطريق. الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليه، وذلك إذا جد به الطريق، يعني إذا استمر في سفره، فيجمع جمع تقديم إن كان أسهل له أو جمع تأخير إن كان أسهل له. أما إذا كان مقيما في بلد أو مقيما في مستراح في البر، فإن كان مقيما في مستراح في البر فالأفضل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس. وإن كان مقيما في بلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعة، ولا يجوز أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر، لأن المسافر لا تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة إذا كان في بلد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمسافر من الذين آمنوا، ولأن الله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصلي بأصحابه جماعة في حال القتال، والقتال لم يكن إلا في سفر. وأما ما اشتهر عند بعض الناس من قولهم إنه إذا كان مسافرا فلا جماعة عليه ولا جمعة، ففي هذا نظر، وقد نص العلماء رحمهم الله على أن المقيم في بلد تلزمه جمعة، لكن قالوا إنها تلزمه بغيره. صلى الله عليك. الآن إذا كنا نجمع جمع تأخير مغرب العشاء، وكنا مثلا على مشارف مثلا الرياض، تعرف مسافة الرياض بعيدة عن نفس الرياض، فعندما دخلنا مسافة الرياض وجمع جمع تأخير قد خرجوا الناس من العشاء، هل نقصر العشاء ولا نتمها؟ أنتم من أهل الرياض أنتم؟ إيه نعم. طيب مشارف الرياض هل معناه أنكم دخلتم المساكن؟ تقريبا لا. تقريبا لا، ما دخل المساكن لكم تقصر، ما دام الإنسان لم يدخل مساكن البلد فله أن يقصر. عليكم السلام. وأنا أعطيك قاعدة: إذا شككت في أنه زال سبب القصر أو هو باقي فالأصل بقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل مسافر وعندما بقي على البلدة التي سافر إليها مسافة ساعة تقريبا، دخل وقت صلاة الظهر فذهب إلى أحد المساجد فصلى الظهر والعصر جمع تقديم، فهل يعيد صلاة العصر عند وصوله؟ وهل الأفضل أن يجمع أو يصلي الظهر فقط لأنه سيصلي قبل العصر؟ سيصل. أولا يجب أن نعلم أن المسافر يسن له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليها، وهذا لا إشكال فيه. وأما الجمع فالأفضل أن لا يجمع إلا عند الحاجة إلى الجمع. وبناء على هذا نقول لهذا الرجل الذي يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل إلى بلده قبل أن يدخل وقت الثانية،
نقول الأفضل لا تجمع، لأنه لا داعي للجمع حينئذ، أنت لست في حاجة إليه. لكن مع ذلك لو جمع فإنه لا تلزمه إعادة الصلاة إذا قدم إلى بلده، لأن ذمته برئت بالصلاة التي جمعها إلى ما قبلها. شوف لو قل قد يطرع عليهم يضرب حسابه، كل هذا أمر متوقع، يعني ما نقول الأفضل أن يجمع، لا الأفضل أن لا يجمع، لأن وقوع ما يمنع الوصول ليس متيقن ولا غالبا على الظن، الغالب السلام. أعلى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ما هو التحقيق في المرض يعني من السباق والسياق؟ نعم صحيح، عام وعام لهذا وعام، لكن بلا خوف للكمية فقط، بلا خوف، ومع الخوف للكمية والكيفية. جواب على حديث عائشة قررت الحضر. بما أنها هي الأصل ركعتان، لأنه لما كان المسلمون أكثرهم غير مسلمين كلهم يتمون، فبين الله عز وجل أنهم إذا سافروا وضربوا في الأرض فليس عليهم جناح أن يقصروا من الصلاة. ثم إن نفي الجناح لا يعني أن المشروع أن يقصر، كما قال تعالى في الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهما، فبين لهم أنه لا جناح عليهم في الطواف بهما، ولا والطواف بهما من شعائر الله. كذلك أيضا لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة لأنهم يتحرجوا من ذلك، فبين الله عز وجل أنه لا جناح. ثم ينظر إلى حكمه فنجد أنه سنة لمواظبة صلى الله عليه وسلم عليه. شيخنا حفظك الله، هل من السنة القصر والجمع في السفر التقديم ولا التأخير؟ أما القصر فهو سنة مؤكدة، بل قال بعض العلماء بوجوب القصر، وأما الجمع فهو سنة إن احتاج إليه، بأن كان قد جد به السير فنقول السنة أن تجمع، وافعل الأيسر لك، إن كان أردت أن تنطلق بعد زوال الشمس وتستمر في السير فاجمع العصر إلى الظهر، وإن مر بك الزوال وأنت جاد في السير ولا تنزل إلا بعد العصر فاجمع الظهر إلى العصر، يعني افعل الأيسر لك. أما إذا كنت نازلا في مكان فالأفضل أن لا تجمع، وإن جمعت فلا بأس، فصار الجمع فيه تفصيل، إن كنت جادا في السير فاجمع، فهذا هو السنة، وإن كنت نازلا فالأفضل أن لا تجمع، وإن جمعت فلا بأس. أما القصر فإنه سنة مؤكدة من حين أن تخرج من بيتك إلى أن ترجع إليه، لا الذي داخل البلد لا 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 بد أن يصلي مع الجماعة، وإذا صلى مع الجماعة سيتم ويصلي كل صلاة في وقته. المسافر السنة أن يقصر حتى يرجع إلى بلده ما لم يصلي خلف إمام يتم، فإن صلى خلف إمام يتم وجب عليه التم. أما الجمع فإن جد به السير فالجمع أفضل، وإن كان نازلا فترك الجمع أفضل، وإن جمع فلا بأس. أي نعم لا غلط، الجمع أربعة إذا كان إنسان غير مسافر. نعم ذكرتم حكم قصر الصلاة في الصغار أنه واجب بشريط لكم، ثم ذكرتم في الشرح الممتع ترجيح القول بالسنية أن حكم قصر الصلاة في الصغار أنه سنة. نعم فما الراجح لديكم الآن وما الدليل على ذلك؟ الراجح أنه ليس بواجب، أن قصر الصلاة في السفر ليس بواجب، وأن قول عائشة كانت ركعتين فزيد في صلاة الحضر ثم أقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى ليس تريد أنها مفروضة لكن تريد أنها لم تزل. ويرجح هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان في منى صلوا خلفه، وهذا كالإجماع منهم على أن القصر ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا ما جاز أن يصلوا خلفه أربعا، فهذا هو الذي ترجح لنا أخيرا أنه سنة مؤكدة وليس بواجب. الجمع أوسع من الجمع أوسع من القصر من وجه، وأضيق منه من وجه، عرفت؟ الجمع يكون كلما شق عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها فاجمع، سواء كنت في الحضر أو في السفر، ولهذا يجوز الجمع في المطر وأنت في البلد، ويجوز الجمع للمرض وأنت في البلد، وأما القصر فلا يجوز إلا في السفر. لكن في السفر القصر سنة على كل حال حتى لو أنك ماكث، والجمع ليس بسنة في السفر إلا إذا جد السير بالإنسان فيجمع، فهمت؟